ينضم معنا من الرياضة الكاتب السياسي الدكتور أحمد الشهري. دكتور أحمد، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة. دكتور، يعني من خلال إطلاق هذين القمرين، هل سنصل لبناء قدرات وطنية في مجال تقنية الأقمار الصناعية، وكذلك أيضا الاستفادة منها بصورة أكثر استقلالية، وبالتالي يعني يكون هناك تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه الصناعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخي الكريم والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. ما يتعلق بالجانب التقني من الموضوع تحدثتم فيه في تقريركم المميز، وأيضا يتحدث فيه الخبراء التقنيين، لكني سأنظر إليه من زاوية وطنية. نفتخر بها الحقيقة في المملكة العربية السعودية، نفتخر الحقيقة بهذا الإنجاز، ونفتخر الحقيقة بما سعت إليه بلادنا المباركة، لا أقول من 10 سنوات أو من 20 سنة، ولكنها من عدة عقود. والفضاء والتقنية هي كانت هاجس هذه القيادة الحكيمة. لعلنا نعود إلى عام 1985 عندما احتفلنا بانطلاق أول رائد عربي مسلم، وهو صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان. وكانت تلك المرحلة مرحلة إنجاز رائع جدا، كان فخر للأمة العربية والإسلامية. والآن يقود هذه الهيئة التي ستجعل المملكة العربية السعودية تنافس مثيلاتها. المملكة العربية السعودية من جانب آخر استثمرت الحقيقة في الشباب. الشباب هم عدة هذه التقنية وهم عدة المستقبل. ولذلك تجد أن البعثات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أوروبا، إلى اليابان، إلى الصين، إلى كل الدول التي ممكن أن توطن هذه التقنية. في رؤية المملكة 2030 أيضا ركزت على الصناعات الوطنية، ركزت على الصناعات الذكاء الاصطناعي، ركزت أيضا على الاستثمار في الشباب. ولذلك لا نستغرب وإحنا نشاهد اليوم أو إطلاق قمرين، لذلك هي امتدادا لسلسلة من هذه الإنجازات التي تحسب لأبنائنا. طيب دكتور، وبناتنا. نعم. طيب دكتور، يعني بعيدا عن التقنية، اليوم ما زال العالم يشهد حربا مع كورونا، وبلا شك نحن جزء منه داخليا، يعني حربنا ضد الفساد، أيضا الحرب ضد الحوثي الإيراني، ملفات عديدة تنجح فيها المملكة، وفي المقابل وفي خط موازي أيضا هناك ملفات إنجازات تتوالى. ما دلالة ذلك، وخصوصا في هذا التوقيت الذي يعاني العالم من هذه الضائقة الاقتصادية؟ أحسنت، سؤال مهم جدا. كثير من الدول حقيقة عندما تصاب في اقتصادها أو يكون لديها حرب أو قلاقل في جهات معينة تجد أن الاقتصاد يتوقف ومناحي الحياة تتوقف. الحمد لله نحن في المملكة العربية السعودية، والمملكة العربية السعودية تقود التحالف العربي لدحر ميليشيا الحوثي في اليمن وما تتعرض له السعودية من هجمات، نجد أن السعودية تعيش حياتها طبيعية على مستوى التعليم، على مستوى الترفيه، على مستوى السياحة، على مستوى الثقافة، على مستوى الاقتصاد، على مستوى العلاقات الدولية. وهذا حقيقة لا تقوم به إلا الدول الكبار. تعال في الجانب العلمي، الحمد لله إطلاقنا المجموعة من المبادرات، ذلاين، ساحل البحر الأحمر، العلا، القدية، كلها تعمل الآن على قدم وساق. هذا الإنجازات يقوم بها أبنائنا وبناتنا. جائحة كورونا التي تعطل فيها الاقتصاد الأمريكي والإيطالي والفرنسي والأسباني وهذه الدول العظمى، وجدنا قدمنا النموذج السعودي في مكافحة كورونا على أفضل ما يكون، بل استطاعت المملكة العربية السعودية أن تكون في طليعة دول العالم التي قدمت هذا النموذج. نجحت وزارة التجارة، نجحت وزارة الصحة، نجحت وزارة التعليم. التعليم المملكة العربية السعودية على مستوى الجامعة، على مستوى المدارس الثانوية والمتوسط كله يتم عن بعد عن التقنية. إذا لدينا الحمد لله قاعدة تحتية تقنية علمية قوية، لدينا مركز أو مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لا بد أن نشيد بهذا المعلم وهذا الصرح الذي استثمرت فيه المملكة العربية السعودية، وهو معلم الحقيقة لتقديم التقنيات الحديثة في المخترعات، في الإنجازات، في الأقمار الصناعية، في الذكاء الاصطناعي، في الاتصالات، في الأمن السبراني. وهو حقيقة من التقنيات التي استطاعت المملكة العربية السعودية أن تحقق بها الإنجازات. أيضا الشراكات التي قامت بها المملكة العربية السعودية مع الدول التي لديها باع في هذا المجال، مثل اليابان، مثل الصين، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا. هذه الشراكات الحقيقة أصبحت الآن حاضرة على الصعيد الواقع، في واقعنا على المملكة العربية السعودية. رأينا كثير من المعارض التقنية التي قيمت في المملكة العربية السعودية أو التي شاركت فيها المملكة العربية السعودية كراعية وكحاضنة وكمنتجة وكمسوقة لهذه التقنيات. والحقيقة هذا يعد إنجازا
قيادتنا الرشيدة وأيضا إنجازا لهذا الشعب النبيل الذي يسعى دائما أن يكون عند حسن ظن قيادته وأن ينافس دول العالم في هذه المنظومة، لأنه الحقيقة المستقبل هو مستقبل التقنية. نعم دكتور. الفضاء أصبح الآن من الميادين التي تتنافس فيها الدول. نعم، إذا من الرياض الكاتب السياسي الدكتور أحمد الشهري، شكرا جزيلا لك دكتور.